كلنا تائهون في غيابات الدنيا، حائرون فيها، دروبنا طويلة، أفكارنا مبعثرة، نبحث بين جنبات هذا المكان عن شيء ما، ينقصنا شيء في دواخلنا، فهذا الإحساس وهذا الشيء يتزايد يوما تلو الآخر، فيا ترى ما هو هذا الإحساس والشعور؟ وما الذي يحرك خلجات نفوسنا؟ كيف ومن أين نبدأ؟ إذ أننا جميعا بحاجة ماسة لمن يقودنا ويوجهنا إلى الطريق السديد والصحيح. نمشي على الدرب ونواصل المسير حتى ترى أعيننا بصيص النور للبداية، بداية الهداية. برنامج بداية الهداية مع الداعية محمد بن حسين الحبشي يأتيكم بإذن الله يومياً عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.